راديو نيل. في ناس كتير على فكرة بتخاف من حاجات كتير جوه البيت، وبالمناسبة ده ما بيقللش من حد. يعني مش معنى مثلا ست البيت كده تقولك أنا لو لقيت قطة سودة على باب البيت ده معناه إن الدنيا خلاص قفلت النهاردة. على فكرة في ناس بتخاف من المنظر ده، لما تفتح باب البيت وتلاقي قطة تقولك أنا بخاف من القطة قوي. لسه كان في واحد زمنا بيقولك لا أنا بخاف من الزواحف، مش هقول عليه هو مين، بقوله يعني أنواع، قالك يعني نوع كده من أنواع الزواحف في البيت. أو مثلا حد تاني يقول لا 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 أنا ممكن أمسك فار لو لقيته في المطبخ، ودي الحاجات اللي إحنا ممكن نلاقيها بس ما قربش من الصرصار مثلا. في حد تاني يقول لك لا صوت الشبابيك لو رزع في البيت، أو لو باب بيزن، أو حنفية طبعا بتنقط مية، وإحنا طبعا أكيد لازم نصلحها عشان استهلاك المية، برضو بتخافوا منها.